السلام عليكم. اليوم راح الولاية تاع وهران لنقف على الأشغال نتاع المحطة تحلية مياه البحر في كاب بلون رأس الأبيض في غرب مدينة وهران على بعد حوالي 25 كيلومتر عن مدينة وهران. إذن فيه أشغال نتاع محطة بالسعة نتاع 300 ألف متر مكعب يوميا، واللي تدخل في إطار برنامج نتاع حوالي 10 محطات راهي قيد الأشغال على طول الساحل الوطني، واللي سوف بعد انتهاء الأشغال هذه يصل الرقم نتاع المياه هذا المحلات إلى 1,300,000 متر مكعب يوميا بعد انتهاء كل هذه الأشغال، وهذه النسبة اللي تمثل 17% من مجمل ما نستهلكه من مياه على مستوى التراب الوطني. وفيه هدف للوصول إلى 50% من نسبة الاستهلاك بالمياه الصالحة للشرب، يعني المنتجة من طرف المحطات تحلية المياه البحر في غضون السنوات القليلة المقبلة. أترككم تتابعون هذا الفيديو إثر زيارة توالي ولاية وهران إلى محطة تحلية مياه البحر التي راهي قيد الأشغال في منطقة كاب بلون بالقرب من مدينة وهران. والسلام عليكم. ومشروع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة ولاية وهران، تتسارع الخطى لاستكمال هذه المحطة مع حلول نهاية السنة القادمة، والتي ستصل طاقتها الإنتاجية إلى 300,000 متر مكعب يوميا. نسجل تحسن ملحوظ في تقدم الأشغال، وذلك راجع لتقدم نسبة الدراسات ما أدى إلى انطلاق في جميع الهيكل على مستوى المشروع، كما أدى إلى انطلاق في تصنيع المعدات اللازمة للمشروع. Les avancements de travaux ils sont en avance par rapport aux prévisions. C'est-à-dire si on termine dans في نفس الوتيرة، en principe on devrait terminer le projet qui est prévu à la fin décembre. En principe on va le terminer vers la fin novembre et on aura gagné un mois de sur le délai. لم يكن إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض إلا سيرا نحو تعزيز الأمن المائي، ما سيسمح بتلبية احتياجات المواطن من المياه المحلات. اليوم لاحظنا باللي باش يعني فيه نسبة تقدم نتاع أشغال كبيرة، الكل مجند والكل مقتنع على أن هذا المشروع يجب أن ينتهي في أجله وقبل الأجل المحدد له. نحن جد مرتاحين لنسبة تقدم الأشغال، نحن جد مرتاحين لنوعية الأشغال كذلك التي يتم إنجازها على هذا المشروع هذا. إن عملية إنجاز هذه المحطة بوهران تجسد استراتيجية الدولة في معالجة إشكالية التزود بالماء بشكل نهائي لتحقيق أمن مائي للبلاد، والذي تحول في السنوات الأخيرة إلى رهان دولي ذو أولوية.